تتفضل هذه زوجتك، نحن قد زوجناك وخفنا عليك ان تبيت هذه الليله بدون زوجك، تفضل هذه زوجتك. بارك الله لكما وبارك عليكما، اسال الله ان يوفق ويصلح بينكم. ثم انصرف سعيد رحمه الله تعالى يقول ابو وداعه: فرفعت الغطاء عن وجهها فاذا هي والله من اجمل النساء، ما رأت عيني أجمل منها. يقول: ثم صعدت على سطح منزلي وناديت في الناس وقلت: لقد تزوجت ابنة سعيد بن المسيب، لقد تزوجت ابنة سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى، أريد منكم أن تشاركون. فجاء النساء إلى بيته وجلس مع امرأته، وذهب هو إلى أمه كي يخبرها بهذا الخبر. فلما ذهب إلى أمه وأخبرها بهذا الخبر قالت له: ولد وجهي من وجهك حرام، فلا تقربنها حتى أزينها لك كما تزين العروس. يقول: وبعد ثلاثة أيام أدخلت عليها، والله ما رأت عيني أجمل منها، إن تكلمت أحسن الكلام وإن سكتت على أجمل مقام. مكثت معها شهرا كاملا لم أرى منها إلا صيام وقيام. وبعد شهر قلت لها: أريد أن أذهب إلى مجلس سعيد كي أكمل الطلب، أي طلب العلم. فقالت له: اجلس فإن علم سعيد كله عندي. يقول: فجلست وتعلمت منها الكثير، ثم ذهبت بعد مدة من الزمن إلى مجلس سعيد، فلما رآني من بين الطلبة تبسم لي، ولما انفض الناس من حوله ذهبت إليه وسلمت عليه وقبلته وقلت له: بارك الله فيك يا إمام، جزاك الله عنا وعن الإسلام خيرا يا إمام. فقال لي: ما حال ضيفكم؟ قلت: على أحسن حال الحمد لله، بارك الله فيك يا إمام. فقال لي: إن رأيت ما لا يعجبك فالعصا، إن رأيت ما لا يعجبك فالعصا. هذا هو الأب الفاضل المربي الذي يريد لابنته الخير. قال لزوج ابنته: إن رأيت ما لا يعجبك فالعصا. يقول أبو وداعة: ثم أعطاني 20,000 دينار